فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ويجب أن نتنبه هنا إلى أن ذكر ما فيه يتطلب أن يذكروا ما هم بصدده من مواجهة الإيمان بمحمد والكفر به، لأنهم لو ذكروا ما في منهجهم لعلموا أن الله أخبرهم في ذلك المنهج المدون في التوراة بأنه سيرسل رسولا في الأمة الأمية. ولذلك يقول الحق سبحانه: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن فإيمانهم بمحمد يتطلب فقط أن يتذكروا ما في منهجهم، فإذا تذكروا ما في منهجهم وهو التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، صنعوا لنفسهم وقاية من عذاب الله في الآخرة. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك. تولى تأخذ معنى أعرض، لأن منهج الله يتطلب داعيا، والداعي عادة ينادي من يدعوه ليقبل عليه، كما يصور ذلك الحق سبحانه فيقول: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وما دام يطلب منهم أن يقبلوا بقوله تعالوا، فالذي يجيء يستمع أهلا وسهلا، ومن لم يجئ يتولى ويعرض ويجعل الأمر دبره، لأن المجيء يواجه بالوجه والتولي يعطيني أفاه ويمشي. يبقى تولى أعطاني إيه؟ استدبر، يعني جعلني دبره. ثم توليتم أي جعلتم أمر الله في منهجه لكم مستدبرا ولم تلتفتوا إليه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. الفضل والرحمة تجلى أيضا في أن الله عصمهم من أن يعتزوا بكتابهم ودينهم على فرض أنه محافظ عليه ودين صادق لا تحريف فيه ولا زيادة ولا نسيان. ففضل الله بمجيء النبي الخاتم ورحمته هي التي يقول فيها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأنتم من جملة من يراد بهم الرحمة باتباع منهجه صلى الله عليه وسلم.